وسهلا ومرحبا بكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قفة جديدة، عائلة جديدة باش نمشيو لها، عائلة جديدة باش نفرحوها، منطقة ما جيناهاش قبل، بنان هوني في الساحل، باش نمشيو لقصر هلال، وباش نمشيو للمكنين، وباش نمشيو للمتا، باش ندورو، واحنا متعدين وقفنا على الساحلين. باش ناخذوا شربة ماء يبارك له يستر حماس حماس عطانا 20,000 قال القفة يبارك له هاو ما وصلوا صديقي شكرا ربي فضلك هاو ما وصلوا ديجا يعطيك الصحة خلنا نطلب ربي يكريه فما حوينت في البارتي هذيا السلام عليكم عسلامة لباس نحويك دورو عسلامة لباس نحوس في الكياس قالوا لي في الكياس طلب الكهرباء لباس المنطقة ذي بنانة تدلل بنانة ذي بنان في مدخل بنان وذي اسباس حمزة تبعكم بيان سور قف عندك واعمل اللي تحب انت تعمل اللي تحب تدلل تفضل مرحبا بيك في مدخل هاي برد عندنا اسباس حمزه فازا كل ما هو ديكوراسيون معون وفازات نبيعو في الجروب بالديتاي كل شيء على بعض وعندنا كل ما هو مواد تنظيف ومواد تجميل انت شنو تحب حط القفه هاي القفه عندك وانت خذ هولي العائلة اللي باش تمشي لها القفة نتاع اليوم ربي داعي لها قاسمها جري قفتنا تبارك الله قلت لكم العائلة اللي باش نمشيو لها قاسمها جري تبارك الله القفة ذي تعبيت ومازلنا باش نعبيو حاجات طناجر نقولو كسكيس عمارة كوجين هاي مش يكون في بيتكم راه مش رخيصة 75,000 هذا يسوم 75,000 راه مش رخيص حاجه في بالكم لا ولا بالحق انا دول ديما فول اللي يقدم حاجه مزيان نتاع قهوه صافي مزيانين كما غادي تشوفوا صافي في مزيانين ما مخلطين من عشر يعطيك الصحه يبارك لك او كنوعوا مرة قفة خضرة مرة قفة معون اما لازمنا شويه خضرة كمان لازمنا شويه الحموضه شي يجوا وي 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 بارك لك صافا ديما تعجبني برشا انواع دلول يا ولادي حطوا له اخر يزي في بركه في ربي ربي برشا دلول يظهر لي هذوما لو سحنا باش تعطيني منهم كردونه تاع 48 يبارك لك عامره الدار عامره وان شاء الله القفه عامره وان شاء الله هالبلاد ديما عامره من المعون ماشي المواد التنظيف بارك الله خيرات ربي مقبوله عنده ربي يخليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ومقبوله ربي يبارك لك ربي يبارك لك السيد حمزه هذا يا ربي معاه يعطي الصحه والتوفيق برجوليه اسوي به يعلق بارك الله عليه ولا النشاط اللي عملوا انت سيد حمزه بارك الله عليك سبق جيت في تونس سبق جيت عنا الحق معناها اشوامكم لا تقبل المنافسه انتم مدقدقين السوق انتم مدقدقين السوق يعطيهم الصحة تبارك الله الله واحد القفة اليوم عامرة بمو التنظيف اسباس حمزة ميرسي بذكلكم يعطيكم الصحة تعبيو مش بتشيشة تعبيو بالبار بارك الله خيرات ربي صديقي ميرسي أهلا وسهلا ربي فضل يعطيكم الصحة الناس الكل قال لي صارت لكم هذايا قبل قلت لك ليه ما صارت الناس ما شاء الله تبارك الله في بنان هوني ما شاء الله والله خيرات ربي هما راهو يحبوا يزيد يعطيو احنا قاسينا خاطر يزي الكهرباء ما عادش ترفع
ولازمنا خضره ولازمنا حتى شيء. ميرسي صديقي، ميرسي للناس الكل اللي تخدم هنا، يعطيهم الصحه، يبارك لكم الناس الكل. شكرا، يعطيكم الصحه عامر القفه. سي سو باش تفرحوا عائله ان شاء الله، باش تفرجوا في التلفزه باش تشوفوا العائله اللي باش تفرحوها ان شاء الله. اللي احنا تو ما نعرفوهاش انا هي العائله، خاطر احنا نمشيو نفركشوا كيك على غفله ونمشيو، اما كل واحد وقسمه باش نمشيو باش ندورو. مازلنا ماشي لقصر هلال، مازلنا ماشي للمقليين، مازلنا ماشي للمتا اللي هو عندكم يكون لي مهرجان لبسيسه في الويكاند. في لبسيسه فما مهرجان تاع ويكاند في لمتا، فباش نمشيو نعملوا دوره. يسركم يبارك لكم يعطيكم الصحه، وراك تمشي تعمل تلاشه تبارك الله عليك. اللغه عندك، ربي يبارك، والفيانه عندك، والاسوام عندك، وتطيح السوق عندك، وتكسير السوق عندك، والدقديق السوق عندك. ايش تحب نقول لك يا خي؟ ربي يبارك لك يا عايشك، ميرسي. نمشي اسمعي اي احنا هوني في سوق قصر هلال، في سوق قصر هلال تبارك الله. الدنيا عامره ما شاء الله، ناصبين على اليمين وعلى اليسار، برشا مواد بالطبيعه باش ناخذوا كل شيء ما عدا الماعن، خاطر عبينا خيرات ربي ماعن. فنمشيو نعملوا دوره في سوق قصر هلال. فما شكون عطاه هذايا ما يتصورش، هاو يبارك له يستر ويرحم والديه. شكرا. قال لي مشي قلت له نعطيك شويه فور هذاك اللي عندي، قلت له نعطيك شويه فور هذاك اللي عندي. يبارك لك. ربي يبارك لك القفة، ها هو سطوش ومنا واضحة معو نسطوش. ما بعد رمضان قفة، ما بعد رمضان معك لوسي عدل منفذ ما شاء الله. لوسي يا خي يا خي على الاقل هكا ربي ربي بعد عليا اللوسيات يا خي. لوسي جيستيس عدل منفذ ما عنديش لا املاك لا حتى شيء. وجه ربي وجه ربي نعملوا محضر معنا في عدم وجود املاك، ليس لها املاك، ليس لي املاك، عندي وجه ربي. ايش كاين وجه ربي؟ عندي البلاد العزيزه والله قصر الملك. تسمعوا فيه اللوسي اللي شفتوه؟ شفتوا اللوسي؟ اللوسي ربي يبارك لك يا عايشه، على رحمه اختي مفيده، على رحمه اختي مفيده ربي يرحمها وينعمها. يبارك لك يا عايشه. قايد قايد عندك سي لوسي. لوسي مشات فلوس من لوسي سمح. باه لوسي سمح. على رحمة أمي زينة. على رحمة أمي على رحمة أم زينة ربي يرحمها ونعمها. كل المرحومين معنا الأحياء والأموات. وأهالي سبيلة كل الأحياء والأموات. ربي يبارك لك، ربي يبارك لك، ربي يرحم والديك. وشكرا يا سيد اللوسي. سيد اللوسي. على رحمة بابا. على رحمة بوك. على رحمة الوالد. امشي بارك امشي امشي وراه حل يديك ربي يعطيك. ياخذوا شويه حلوه مكسر هلاله ربيع تاع القروان. يا بيه انتم من القروان هوني في قصر هلاله؟ لا القروان ما نجيو من قصر هلاله، نجي للسوق. هذا انت من القروان ما نجي للسوق قصر هلاله هكا ولات؟ اي بارك الله. دوما على رحمة أم، على رحمة على رحمة أميمة وحنينة. ربي يبارك لك خمارات نسائية يفضل يعيشك ربي يخليك. شكرا يرحم نوري. هذه 5000 على رحمة ربع. هذه على رحمة بابا وربي يفرج على أمه. ان شاء الله نمشيو العائله عندها صغار نفرحوا صغيرات لحيت هذوما. ميرسي. تيجي 10000 على رحمة خلفو، على رحمة ياسمين الرزقي منصف الشقيق، على رحمة بوي، على رحمة بوك. ايه. ربي يرحمه وينعم. ربي يرحم الوالدين. ربي يشفي لي وليدي وينور لي عوينات. ربي يشفي لك ولدك وربي ينور له عويناته. ربي يشفي له ولده وينور له عويناته وسامح. ربي يبارك فيه وربي يهدي عرفي ويزيدنا في الشهرية. ربي يبارك فيه. ربي يبارك فيه. مولاي الحلوى قالوا لي عيط لك، مولاي الحلوى يعيط لك. على السلامة مولاي الحلوى.
جينا للمكنين ولقينا سوق في المكنين، سوق خضره. نمشي ونعدو في الخضره. اي سيدي عند شكون نستفتحوا؟ من نبدا من هنا؟ نبدا من هنا يا سيدي. اش بيك يا ولدي؟ اش بيك؟ يا ولدي اش بيك؟ لا شيء، مري اللي توالى على الناس. ايوا احنا اش قلنا؟ ياك احنا قلنا لمريم في التلفزيون. عندكم الحق تحبوا اللي توالى. كيما انا نحب النادي الافريقي ياك ولا ايه؟ انت بنزرطيه ولا ليه؟ اما نحب الكلوب. يا ليه يحب نزرت على روحه. ما نعملوش عركه العشويه. اه يا سيدي ربي يخليك البطاطا يعطيك الصحة. شو اسمك يا وليد؟ ريان. محليه ريان يعاون في بوه. ريان يعاون في بوه، ريان واقف على رزق بوه، وريان بس على البطاطا. يظهر لي من بلاصه برك، من بلاصه برك القفة تعبيت، من بلاصه برك ما شاء الله القفة تعبيت. هرشايه حلوة حلوة ضح. إيه مغسول المريقة. لا تمشوا ما يصب. حط في القفة طول. أبي خليك يا عايشة. إحنا برنامج هنا راح نحب الزوالية راح نحن لهنا. شنو قلت لي؟ إحنا نحب الزوالية نصبة الزوالي لهنا. أبي خليك الحرشية جو بالحرشية. الحرشية هيك. ربي بارك الله إذا كما الفقوس. كما الفقوس هذاك. على رحمة أبوهم وعلى رحمة أبوهم ويرحمهم إلى عمر. على رحمة ماما. على رحمة ماما ربي يرحمها وينعمها يعيش ولدي وربي ينجحك وربي ان شاء الله هكا تكبر وراك حاجة كبيرة على الاخر بهي وماما تفرح بيك في قبرها بهي عزيزي. بربي سامحني الراجل ما شاء الله عليه باش يعطينا صندوق، صندوق مش ماشي ما شاء الله ربي يخليك. الله واحد تبارك الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. على رحمة عيشة. على رحمة عيشة. على رحمة عيشة. يا عيشة. أي حاجة حاجتك تفضل ودل. أسواماتنا مدروسة وشعبية. الكذب على ربي أسوامهم شعبية معناها أطماطم دينار ونص غاديك بجينار أطماطم معناها الأسوام معقولة على الأخر. الفلفل قديه؟ الفلفل هذا بألف ونص. الفلفل دينار ونص كيف كيف؟ المشماش بألف وخمسة. المشماش بايوذي بألف ونص. المشماش بألف ونص بارك الله معناها خيرات ربي لبن. ربي يبارك لك يا عايشك ربي فضلك يا سيدي عايشك ربي خليك يا عايشك. مازال تعطي توا مازال تبارك الله. قالوا زيد اعطيها 50000 سيدي يبارك لك. احنا راح نحطمون الماس من قبيله وانت تحارب في الدنيا. يجهز الثوم يجهز الخضر يجهز السفنيريا يا اخي. مش تخدم معايا انت وشني حكيتك؟ انا زوالي يعني. تعاوني باللي تنجم باللي نجم معناها تلم معايا في القفه انت محليك تبارك الله عليك. شو اسمك؟ اد واش نمشيو توا وين نشريو الثوب؟ نشريو ما نشريوش في القفه نحن يبارك لك ربي يرحم والديك. ما نشريوش في القفه نز الثوم. وين القفه؟ وين الثوم؟ اوا 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 محليها الكلمه اوا الثوم. وين نمشي للثوم؟ الثوم وسيء ربت اخرى ما شاء الله تبارك الله. انا دار نلعبي وبصل ما شاء الله. البصل هذا شتا ما نوره؟ هذا الصيفي. الصيفي البصل الصيفي. البصل الصيفي هذايا تبارك الله. تصورتوا لكلكم تبارك الله. ربت ثوم اخرى يا ربي وشنو هالعيال وما احلاها هالبنيه. شو اسمك ساعنتي؟ اسمك زهره وانت زهره ما احلاك يا زهره يا عايشه يا وخال يا معلم. ايش اقول لك يا حاج؟ رانا مرانا مانيش نعرف في الكاوة ما احبش نكلمك واحد تصور معانا. ايوا مرحبا
مرحبا زارتنا الدخول. حاجة يحب يتصور. الكل يحب يتصور. على رحمة تمام ديما وقت قبل حي وكل كاي ديما تتفرج عليكم. وتقول شو محلاهم وكل كاي يعاونوا في العباد. قول يرحم عبد الرحمن. يرحم عبد الرحمن. على ميمتي رحمة الله. رحمة على ميمتك ربي يرحمها وين عمر. نهار 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 اليوم نهار متاع خير وبركة نهار متاع خير وبركة. هوني في المكنين تبارك الله ما شاء الله. القفه تتعبى نعاود نفرغوا تتعبى نعاود نفرغوا ما لا ناخذين حتى شيء تو احنا في السوق المركزيه حاجتي كي مش ناخذ لحوم ودجاج وكهو لحوم ودجاج وكهو خاطر تبارك الله خيرات ربي والكهرباء تعبيت وما عادش عندي وين نحط. هاي شو اسمك يا مزينه؟ اسراء. اسراء محلاها اسراء عطيني بوسه. اسراء شي تعمل في الخير في القفه محلاها ومزيانها يعيشك يعيش بنتي. الكرومة ديك الكرومة متاكلة مذمومة. يقول لك الكرومة متاكلة ومذمومة. عسلامة. أهلا وسهلا. لباس القفة في المكنين عامرة بخير المكنين ما شاء الله. هاي سيدي خويا عسلامة. لباس شنو أحوالك؟ احنا القفه برنامج القفه جينا للمكنين ومعناش حتى دجاجه في القفه. دجاجه كامله. شبيك يا ولا يجو السوق المركزيه بالمكنين هاك ماش مرجع يا حسره على الدجاجه. هاك تصور نهار انا نتصور سلكناها دجاجه. بس تعطيكم شويه دجاج باش ما ردكمش. استنى 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 قلت له دجاجه تفجع قال لي ربط السوق المركزيه نتاع المكنين الخير والبركة المكنية. يوكي صار نار وتسمى سلك. شدك تحكي. شو جد. له الدرجة الوضع كيف فيه. صار له منه منه. فماش كل يوم فماش واز واحد زي عباد راخ ذلك. له الدرجة الوضع كيف فيه. رقوة ملكات. عليش هذا كل. من بلدية. يا بلدية فيق يا بلدية. يا بلدية المكنين. يا بلدية المكنين فيق. وضعية كارثية. صدقني جيت للسوق المركزية تنشف الذبان. ما فما حتى حد راجل قلت له اعطيني دجاجة. قال لي دجاجة في السوق المركزية للمكنين. قلت عليها طالبة ندريش. قال لي انا اعطيتك شوية فخاف. باش ما على الحشمة وكهو وربي يبارك لك يا وخي. وربي معاكم. اما البلدية لازم تتحرك على الاقل البلدية تتحرك. شنو هذا؟ صدقني حالها يسخف. صدقني حالها يسخف. اصلا كي نحكي صدي صوتي يوصل قاعد فارغه 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 الفراغ. الله يهديكم يا بلدية المكنين الناس باش باش تعيش. اللي كارين نصبه هوني باش باش يعيشوا سامحني. حويت وحيده هو وحده وحده وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمدا عبده ورسوله. شو معناها السوق هكا؟ سوق تبارك الله كبير ما شاء الله عنده مساحة كبيرة وهو فارغ. ما يجي لا يبي ما فماش حاجة هكا تزيد تشجع حتى الأحوانتية على الحلان. فما برشي كي أحوان مسكرة وكترا فيهم. فهمتني؟ سامحني. يا مكري هذوما كلك مكرين ترى فيهم وماليهم حطيتهم كلين شي راح بس. لا ترجع للبلدية ولا تكري هما كارين كري أخدي كاو خاطر هي نورمال مو السوق الأسبوعية ذيك كانت العباد الكل جيلن هما أول ما بدأوا كيكي خلاو النصابة تخرج الكل الدجاجة تخرج الكل الناس كل خرجت. فهمتني تلقى قدامك تحل باب الدار تلقى قدامك. فهمتني ولات معناتها مش مقطرة. هذه الورقة سبيسيال بتاعنا. هذه الورقه انتم بس نسميها وذين القاضي. هذه الورقه احسميها احنا وذين القاضي ولا دبله. وذين القاضي دبله وذين كبار القاضي بتاعكم اسمها ياسر. هذه تسمى دبله دبله. اي تسمى دبله. وذين القاضي الكبار هذه اسمها دبله سموها دبله. هذه دبله دبله هذه سبيسيال هي دبله بس اكثر فيها زيت بس يبدل همزي نحلك صندوق جديد. خليك اول
الحوت الحوت جاي وحده ربي يبارك لك على رحمه عائشه وخليفه على رحمه عائشه وخليفه على رحمه عائشه وخليفه ربي يرحمه سيدي ربي يبارك لك الحوت على رحمه السلام عليكم فرج على عزيز ربي فرج على عزيز ربي يبارك لك جاي وحده الشيء عائشه يبارك لك رزان رزان تبارك الله خيرات ربي تهني دال البلديه تجي وتشوف المرشي وتشوف حل الاحوانت المسكره هذه كليك فهمتني صدقني نهار تلت تحل الاحوانت هذه كليك ويكثر الشواء العباد كل ما تولي طابت لنا بلاتو العظام 7000 صدقوني الدنيا مازالت فيها الخير وهذا الكبير ب 10500 هذا عظام كبير ب 10500 الدنيا مازال فيها الخير صدقوني الاسوام شره الاسوام في المتناول اسوام شعبيه واخيرا عبينا قفتنا باللحم والدجاج وتو نمشيو نفركسو على عائلة ربي يبارك له ربي فضل يفضل مواطن متعدي قال له هاوكا غادي هذا الراجل مد صديقنا الدجاج مدوا 20000 قال له قال لهم اعطيهم قضيه ب 20000 يبارك له ربي يخليه هذي اسمها حي الامل دلونا دار هذي تراها خرج منها طول ما نعرفش خندقدق عسلامة فما شكون في الدار امك هوني وين وقتاش تروح 5:30 نجم تكلمها تقولها تجي المرأة مشيو جابوها ساي خرجوها من الخدمة قالوا لها راه والجماعة جاي وما نعرفش قالوا لها القفة جات ولا ايه قالوا لها فما شكون جاك ايجا الحمد لله خرجوكم الخدمة قالوا لك إيجا والله وعلى غفله موت على غفله مات سقط قلبي كي منك كزد لقيت جيراني لقيت مات على غفله توك قالوا لك اجي على غفله تفجعت كي نوصلوا المي قتل المهمون يجيني يقول لي شبي قتل ياسي راني نفع كارس ولا على حد شيء ياسي حد شيء تفجعت فعلا صدقت اش قالوا لي شتوني ما قالوا لي شتا نفسها وبالعمل والله نبدا نتفرج نتفرج ونبكي بالاخص في العيد في عنا بعد قول مع وليداتي بدلوا بدلوا ماما علاش علاش نبدا نتوجع في عيد كبير عيد الصغير ابرك انا جيراني واقفين معايا الناس كل الحقيقه نتاع ربي والعيد الكبير نتوجع ياسر منه علاش عن علوش الذراريه نتفجع منه ياسر والعيد الصغير نقول هاني امه انا حد الناس كل شيء لي نقول لك حاجه انا انت مفجوع يدي على قلبي ويجي ولا نتفجع ايش نقول لك خاطرك شي هو الحقيقه المرحوم ايش نقول لك المرحوم وكلني وشربني ودللني يعني وذريريا والله بالله باش نحكي لك خلي لك قديم صغير اربع صغيرات خلي لك اربع صغيرات انت قلت كل عيد كبير يجي نتفجع كل عيد كبير يجي نتفجع اي نتفجع نقول لك حاجه بالعمل قلت لماما اليوم ولدي قال يا ماما انت عطيتني اياه الفامس واليوم الفلفي نحصل فيهم علاش قول يا ماما باش نشريو العلوش هذاك تخميه صغير نقول لك خلم بالدينار خاطر شي راهو فيا كل عيد نقول لك ايسيا يا ربي ايسيا انا حكايه العلوش وحكايه العيد انساها من مخك ايسيا يا حماه انا بركة ربي وكوعايشه عايشه بالبركه ايسيا هاني انا تو هنيتك عايشك العلوش انساها من بلك بهي عايشك انا ماني جيتك اليوم انا ماني جيتك اليوم باش نعاود نجيك في العيد الكبير ونجيب العلوش بهي باش نعاود نجي في العيد الكبير ونجيب العلوش متفقين عايشك يظهر لي كنتوا عايشين في خير ونعمة الحمد لله كنتوا عايشين في خير ونعمة الحمد لله والحمد لله الحمد لله الموت قلبت لك حياة وياسر الموت شقلبت لك حياة ما نصدقش يقولوا مرأة معناتها راجل يمشي عليها تيح 90 فعلا تحت بكلي ما
ما خلانيش الشهريه معناتها، هو مشي ما عادش نلاوج يعني معناتها انا نجيبه واني نصرفه على دراري سينو معناتها. فين تخدم ايسيا؟ اش تعمل؟ نعمل الخياطه. يعني تخدم على صغيرات؟ عملت تخدم باش نوكل صغارك. باش نوكل ذريريه، مانيش لي طالبه حتى شيء وسمحيت الحال وليداتي وكا ما طالبه شيء. قد عمرهم صغار ايسيا؟ ولدي 15، عندي ولدي 13، عندي بنتي 11، عندي ولدي 8 سنين. فيقين فيقوا بموت الاب؟ ولدي هذاك مرض لي الكبير بالاخص الكبير، اما بريود عشتها مش ما معناتها اعطيني هات لي مد لي نشري الحاجه اللي يحطها يلزم يشريوها معناتها البريود في بالهم كيما بوهم حي بالضبط. بتبدل شيء ما تبدل شيء. شنو هي الحاجه اللي طلبوها منك صغارك وقلبك وجعك؟ نتمنى ابسط الحوايج يعني لا نعرف لا ماء لا ضوء، ما نعرفش معناتها مسؤوليه، ما نعرفش نخدم ونروح من العمل قلت لهم وريوني وين يخلصوا بيت بلاد يعني، وما نعرفش وين الماء وين الضوء، ما نعرفش وين يخلصوا وريوني، ما نعرفش وقفت حياتي نبدا نصبر في روحي لقصر درجة عاطي قوة لبدني كيكا واني في الداخل يعلم بيا كرر. احنا صدقني احنا ملي دخلنا دموعك ما كفوش، ملي دخلنا دموعك ما كفوش، من اللي دخلنا ودموعك هابطة، من اللي دخلنا؟ ما شوش نحكي، خلى باوتو ياسر من الجمج يبو العائلة كي يمشي، الظهر يتيح يا ودي السند اللي واحد كده تكي عليه ما عادش ناس قبل يقولوا لي نحي شاشية على الولية نقولة ونزيد نقولة، أنا لا يقطعهم الرجالة بصراحة، أنا لا يقطعهم، أنا واحدة من الناس بالنسبة لي يخلي الرجال الكل بصراحة على نساهم والله. ماذا بيك الباب متاع الدار يتحل ويدخل فوق ايده؟ البرحة الأولى قسمت بالله قش عليك انتي طوت قاعدة في وسط قلبيك. البرحة الأولى تماي واني نتعشى واني وذرية فاك البيت نعمل كاني كنقول له بوكم جاي بوكم تخل او فوايا تخل ايه هو وحدك معناك قسمت بالله والقران والرحمن. اليوم عملنا دوره وعقله، مشينا البنين، مشينا القصر الهليل، مشينا المقني، رجعنا القصر الهليل، بس سبحان الله رانا كنا نفركسوا تو في عائله في المقنينه، كنا باش نمدوا اليوم القفه في المقني، سبحان الله صارت حكايه بدلت ثنيه القفه. قسمك جري صدقني قسمك جري عايشك. لمينا قفه تشره قفه هيله عايشكم، خنشوفوا القفه اش فيها عايشكم ونرجع نحكي معاك باهي لالا اي. بعثت مروان باش يجيب القفه يا اخي، جيران الكل عاونوا تبارك الله ما شاء الله. سمعت حكايه غريبه، خممت واش تحرق ولا حرقت ولا عمل اي حرقت هاني وذرارية هاني واربع ذرارية طلعت وبعد ذلك هبطت، ما تمتش الحرقة ولا راني طوى معناتها راني طوى مع الجماعة على حرقه معناتها مع بنت خالتي وكل طول عليه في صابك هكا هو ما قيتش بها وين صاي بعد جريت وما لفقش شهريتي ما عملت لي شيء 500,000 ما عملت لي حتى شيء، مشيت للشؤون الاجتماعية قالوا لي ياسر جيب ورقة هات ورقة حط ورقة كل شيء، بعد اللي كطلبوني قالوا لي ياسر نعاونوك في قراية، فهمت طلبتهم قلت لهم تو انتم قلتوا لي نعاونوك في قراية وراهو الشهرية ما نعطيوها لكش نتاع الهجاج معناتها فهمت علاش، قلت لهم علاش قالوا لي عندك ضمان اجتماعي ما نجموش نعملوا لك شهرية، قلت لهم يعيشكم معناتها راني من شهرتي ما عملت لي شيء ضو مي نخلص في دار من ديار الحاكم فهمت، مشيت نتاع بنك الاسكان مشيت له قلت له معمول لك الربي راهو راجلي داخل معايا شريك في الدار معناها انت تسكرت في وجهك الدنيا ايه حرقت كي ظلمت عينيك من عشف ما حاجه دورتها في مخك وخممت فيها ولا لا؟ الحرقه ماك تعرفها حرقه ايه معناها في بالك كنت باش تكر على روحك ايه وعلى دريه ايه فعلا سامحني باش نشبك القطوسه اللي تخاف على صغارها ايه تكلهم بالضبط انت خفت على صغارك حرقت بيهم يا نعيشوا يا نموتوا الناس الكل يا نعيشوا يا نموتوا الناس الكل
بالضبط. كيفاش يا بنتي؟ ما قيت باوي. يا بنتي هدي. دقيت البيبان الكل. قضية خيرات ربي إيسيا ما شاء الله. يعيشك ويبارك لك. تبارك الله مليانة فيها المعون من المعون من الإسباس حمزة في بنين ما شاء الله. الخير والبركة يظهر لي 48 سنة هنا. يظهر لي 48 سنة عندك رمضان ومرك واضحة. الشامبوان المواد التنظيف لشحنة المغارف كل شيء. الكيسان الحلو الدجاج اللحم الثوم الخضرة. الخضره خيرات ربي من مكنين ومن قصر الهلال برشا حاجات مزيانه معون كل شيء اللي تشتهيه العين موجود اللي عمر الدار موجود لا اليوم شفنا كاين جبنا عمر الدار كيف كيف الحلو كيف اكو صندوق حلو من غديك يعيشو ويكثر خيره كيف هذا قسمك حط يدك اختي يعيشك كيف حط يدك يعيشك ربي بعث قسم الحق من عشق قديش يعيشك كثر خير كلام وبرشا خيرات ربي يعيشكم حتى الفور هم فضلك يعيشكم يعيشكم فوالا هذه قفتنا هذه هي قفتك شهزت يعيشك يعيشكم ربي لله يعاونك يعيشكم على هم الزمان يفضل عندنا جويب جبناه معنا هذه من حدائق المنزه حدائق المنزه يبارك لها ويرحم والديها وربي يفضل لها صغيراتها كان عندها صغيرات ربي يشد لها في صحتها ربي يفرج عليها ربي يرحم والديها من حدائق المنزه 200,000 باهي من الحاج حي بن يونس على رحمه جديه وعمته ربي يرحم جديك ربي يرحم عمتك وان شاء الله في الجنه 200,000 اهو ما وصلوا من برنامج القفه ربي يرحم ويعيشهم هذوما 200,000 كيف فما عروسيه على عروسية على رحمة ولدها المهدي عروسية على رحمة ولدها المهدي عروسية على رحمة ولدها المهدي ربي يرحمه وينعمه ربي يرحمه في الجنة ربي يرسخ الجنة وربي يصبرك يا عروسية ربي يصبرك عروسية هذوما 100,000 لالا هذوما 100,000 يرحم وليدها يرحم وليدها في الجنة العرخ يعيشك وهم وصلوا كيف الأيتام يا عروسية وصلوا الأيتام كيف استنى 100,000 لما تزيد هاي كارت أبو 50 هذه هي القفه اليوم شنو جابت ربي يبارك لك ربي يخليك ربي يفرحك فضلك بخلاف هذوما كما قلت لك باش نجيك في العيد الكبير يعيشك يبارك لك الله يجيك في العيد الكبير والله لي تعبك نجيب علوش العيد ربي يخليك ربي فضلك ربي يخليك يب عايشك يا سي عايشك ربي يخليك حتى كان ما جبت لي شيء نجيب والله نحبك ياسر نحبك ياسر نجيبوا العلوش نجيبوا العلوش شكون يلعب بالدينار بالدينار انت ولدي الصغير يا سي ولدها صغير يا سي ولدها صغير يا سي يلعب بالدينار بالدينار يلعب لي قال لي ما نشري العلوش قال لي ما نخبيهم باش نشري العلوش قول له خليه قول له مشي خبي في شقاقتك عايشك زيد الصرف من هون يخبيهم في شقاقتك عايشك اما العلوش نوعدك باش يجي في العيد الكبير مازال الخير في الدنيا ربي يرحم فؤاد ربي يرحم والديكم انتوما الناس اللي عاونتوا انتوما الناس اللي فرحتوا صغيرات انتوما الناس اللي فرحتوا ايتاما شفتوا القفه وين وصلت اليوم ميرسي للكيب الكل ميرسي الكريمه الذوادي كريمه ليحيى عاطف العرفاوي اللي يخدموا بقلوبهم يخدموا خاطر يحبوا قناه حنا بعل شكرا كيف لاداره قناه حنا بعل اللي الامانه حريصه باش الامانه توصل لبلاصتها الامانه اللي توصل القناه حريصه اذا القناه حنا بعل باش اني توصل لبلاصتها ميرسي للناس الكل ميرسي ماهر 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 شكرا يعطيك الصحه مروان 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 يبارك لك مروان يبارك لك سي عادل بوسطه عادل بوسطه من قبيله قولي جيعان 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 تحية للجيران يعطيهم الصحة جابوا لنا الكسكسي كليناه وحنا قاعدين على الدروج يبارك لهم ويسترهم وقالوا لنا مرحبا بكم ادخلوا لديارنا يبارك لهم الناس الكل يعيشهم محمد الصفيقسي ما نسيت حتى حد هذول الناس الكل يعطيهم الصحة يبارك لكم تتقابلوا مع أمل نهار الأحد في قفة جديدة ونتقابلوا نحن أبارتير من نهار الثلاثة أبارتير من نهار الثلاثة جوان كل يوم حلقة كل يوم برنامج كل يوم كبش كل يوم عائلة في الكبش يدور انطلاقا من 3 جوان انطلاقا من 3 جوان يولي الكبش يدور كل يوم والكبش بدا يدور ويدور ويدور وكل مره باش يمشي لدار وكل مره باش يفرح عائله بسلامه وهاكا جمعه قبل العيد العلوش نتاعك باش يكون عندك جمعه قبل العيد العلوش باش يكون هوني باش يفرح العائله هذيا بسلامه